السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. فين كتواجدوا؟ كتواجدوا في مدينة أكادير عاصمة سوس. جينا نصوروا لكم بعد درجة الحرارة 50 درجة، والتفاصيل العاصفة الرملية اللي دست هنا خاصة هاد الأيامات، خصوصا درجة الحرارة نهار الجمعة وصلت 50 درجة. هادشي اللي قالوا لينا مدينة أكادير، وهنا نهار الجمعة كنت في الدار. إذا هي سخون الحال، سخون الحال معلوم، درجة الحرارة 50 درجة كاينة والله إلا كاينة بالله. عليكم تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K، كلشي يدير ابوني. اذا كما كتشوفوا هادو الاجواء خاص في لاكوت، اللهم بارك، وعندنا هاد البلاصه لاكوت هي، وعندنا مارينا ها هي كما كتشوفوا مارينا من هاد الاتجاه. اذا اجواء ممتعه، اجواء رائعه. اليوم الحد، اليوم الحد حاليا محال واش كاينه حتى 30 درجه وحال واش كاينه حتى 30 درجه. اذا غادي نشارككم معكم المزيد، وغادي نكتشفوا لكم ما هو السبب ارتفاع درجات الحراره خاصه في المغرب وعامه في العالم، راه ماشي غير المغرب، العالم كله فيه ارتفاع درجه الحراره، وهذه غير البدايه. انا شنو كيتسناكم 2024 2025؟ السلام عليكم. 2026 النهايه يا ربي السلامه، كارثه. اذا كما كتشوفوا منظر رائع جدا. حاليا نزلنا الى البحر، اجواء ممتعه كما تشوفوا البحر. شحال هادي شفتوا البحر في الشكل اللي دانا، هادشي تبدل بزاف، تبدل ها اتجاه مارينا. اذا ها شوف، هو بيزاف، ها هو بيزاف، شتيها صح بيزاف. اش الله يحفظك اخويا، صح بيزاف بيزاف ملي كان صغير هو هذاك. ايوا اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا كما كتشوفوا معنا، اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا بعد 50 درجه، 50 درجه ديال الحراره اللي دازت في اكادير. واليوم الحد اجواء بارده، اجواء ممتعه. شوفوا السماء، دابا عندكم السماء ملي كتلقاوها ما زرقاش، ما صافياش، درجة الحرارة كاين في هاد النواحي. إذا يقدر دابا تا الدار تيقدر نلقاو درجة الحرارة، النواحي ديال أكادير يقدر نلقاو درجة الحرارة، تيران أدرا نلقاو درجة الحرارة مرتفعة، جهة السكان، السلام، الدرارقة، هاد المناطق كلهم غتكون درجة الحرارة مرتفعة، ولكن هنا علاش؟ حيت البحر. هنا برد تبارك الله، اللهم بارك. أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا. بزاف من هذه قاعدتو كيجي يتمتع هنا بالاجواء بارده، اللهم بارك. اذا 50 درجه ديال الحراره، انا نهار الجمعه كنت في الدار، كنت كنشتغل في الحاسوب ديالي، ما خرجت، ولكن خرجت مع هذيك 8 اونص، خاص 8 اونص اللي خرجت، قضيت بعد الشغل ديالي خاص صايبنا شي وريقات، ومن بعد كانت درجه الحراره مرتفعه تماما نهار الجمعه اللي قالوا بانه 50 درجه. كانت درجة الحرارة مرتفعة واحد شوية، ولكن 50 درجة، أنا رأيي على حساب درجة الحرارة ديال الجمعة، ولكن يقدر دابا 50 درجة النواحي ديال أكادير، ماشي بالضبط مدينة أكادير، يقدر مدينة أكادير تكون 49 48، 50 درجة ممكن تكون، ربما في التيران أدرار ممكن تكون 50 درجة، على حسب بعض المناطق، ماشي كلشي في هاد العدد. إذا درجة الحرارة عامة في العالم، إذا درجة الحرارة اكتشفناها في اسبانيا مرتفعة، اكتشفناها في بعض الدول ديال العرب، الأردن، إفريقيا، شفنا الحرق ديال الغابات سبب ارتفاع درجة الحرارة. ولكن بعض الناس كيسولوا ما هو السبب ارتفاع درجة الحرارة؟ إذا على حسب التجربة ديالي والخبرة ديالي، على حسب المناخ، إذا المناخ تبدل، هاد كرة الأرضية ما قدراتش مازال على المناخ، إذا سبب ارتفاع درجة الحرارة هو المناخ، إذا هذا المناخ تغير. إذا أول حاجة كاين الحرب في أوكرانيا، كاين في روسيا، كاين في السودان، إذا هاد الحروب اللي كاينين خاص في العالم، خاص كما قلت لكم روسيا، أوكرانيا، السودان، الدعم السريع، إذا هاد الحروب سبات المناخ غير
هو ارتفاع درجة الحرارة. إذن هذا الحروب يقدر يكونوا هما الأسباب ارتفاع درجة الحرارة المناخ. إذن بعد لوزينات بعد المناخ ما بقاش كيما كان. إذن نعطيكم مثلا باش تفهموا وباش كلشي يفهم. دابا نقدروا أن نمشيو واحد الغابة، غابة عادي، غابة طبيعية، كنلقاو الجو رائع جدا، ولكن يقدر تكون الحارق في هذيك الغابة كي غيكون الجو غيكون سخون بزاف، غتكون هذاك السخونية كتضرب كيلومترات، كتحس بها من بعيد، واخا برد الحال ولكن كتحس بها من بعيد. إذا يقدر يكون هذا هو الأسباب المناخ، ارتفاع درجات الحرارة. بالخبرة ديالي والتجربة ديالي هو المناخ، المناخ التغيير. إذا كل سنة كيتزاد تغيير في المناخ، إذا ما قدروش يحافظوا على المناخ، ترتفع درجة الحرارة توصل ربما 51 52 العام الجاي، يقدر 2025 يقدر توصل 52 53 درجة الحرارة بعض المناطق، والدرجة الحرارة يقدر تسبب المشاكل خاصة على الانترنت، على الواي فاي، على الإنسان، على سبب الوفاة الإنسان. تكون درجة الحرارة 52 53 راه صعبة جدا إلا كانت هذا الشيء في المستقبل. إذا حذاري ثم حذاري، ونتمنى إن شاء الله المناخ يرجع كما كان. إذا بحال هاد الحروب إلا كان ربما الحروب ما كاينينش وما كاينش يقدر المناخ غادي يحفظوا عليه. إذا كما قلت لكم كرة الأرضية ما قدراتش تتحمل هاد المناخ اللي تغيرات ديال المناخ. إذا حذاري ثم حذاري. إذا هذه غير البداية باش كنزيدوا في هذا الكون في كرة الأرضية. البشر كيكثر، المناخ كيتغير، الفيروسات جايين. إذا حاليا بعد الفيروسات الجداد راه جايين في الطريق، يقدر غادي تشوفوا الفيروس خاص حاليا، ممكن تشوفوا الفيروس بعد شهور ربما، 2024 تشوفوا الفيروسات جداد، 2025 تشوفوا الفيروس جديد حتى هو. إذا حذاري ثم حذاري، والحياة ولات صعبة جدا بسبب المناخ. إذا المناخ تغيير المناخ، ملي كيتغير المناخ كيكون صعب جدا إنسان يعيش، ويقدر تسبب لك المشاكل كثيرة. إذا حاليا درجة الحرارة ربما وصلت 54، الإنترنت ما بقاش يخدم. نعطيكم مثلا دابا مثلا جميع القنوات ملي كتكون عاصفة رعدية مجهدة في السماء، اشنو كيوقع للقنوات؟ ما كيخدموش بسبب هذيك العاصفة الرعدية، ولكن كدوز هذيك العاصفة الرعدية كيرجعوا القنوات كلهم كيخدموا. إذا نفس الطريقة ديال درجة الحرارة، إلا وصلت 52 يقدر ما غادي تفقدوا الانترنت، غتفقدوا الواي فاي، غتفقدوا الخط ديال القنوات، ما بقاش يشتغل، غتولي كارثة اللي غادي توقع خاص في هذا الكون، كرة الأرض عامة في العالم. إذا نتمنى إن شاء الله يحط الباس، ونتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، ونتمنى المناخ يتغير يرجع كما كان من بداية. إذا المناخ هو السبب ارتفاع درجة الحرارة وصلت 50، وخاص بعض الدول ديال العالم، والحرائق الغابات. إذا الحرق في الغابة هو كيسبب خاص ارتفاع درجة الحرارة. ملي كتشعل العافية كل دولة كل غابة، كتلقى العافية في الجزائر، تلقى الغابة في المغرب حرقات، تلقى تركيا، أي مكان أي دولة كتلقى فيها العافية شعلات، خاص في الغابات ديال الدول ديال العالم. وهذه الكرة الأرضية ما كتحملش مازال هذاك المناخ، هذاك درجة الحرارة تطلع السماء، من بعد كتكون ومن بعد كتجي هذيك الإشعاع ديال الشمس اللي كنعيشوا بها واللي كتكون في الصيف كتزاد. إذا كتزاد على المناخ وكتكون درجة الحرارة مرتفعة. إذا نتمنى الله يحد الباس، ونتمنى إن شاء الله تستفدوا من هذا الفيديو على حسب التجربة ديالي، والله أعلم، وكل شيء ديال الله، ثقوا بالله سبحانه وتعالى، ما تخافوش لا حتى شي حاجة، ما تقولوش لا هذا كيخلعنا، كيقول شي حاجة ما كايناش. إذا الله أعلم، أنا حطيت رأيي فقط، يقدر بعض الناس غادي يتفقوا معايا، بعض الناس غادي يقولوا لي غير كذاب، كذاب. إذا هاكو شي قدامكم، السلام عليكم. ها 2024 غيجي، وها الفيروسات غادي يجيو، ودرجة الحرارة 2024 غادي تشوفوا 51، عارفين قلتها لكم، 2025 غادي تشوفوا 52، الله أعلم، هذاك الشيء ديال الله. إلى ربما تغير المناخ، ربما الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحبس الحرب، والحروب تحبس وخاصة في هذا الكون، وبزاف ديال راكم عارفين هذا هو الأسباب درجة الحرارة والفيروسات، وزيد بزاف ديال المشاكل.
إذا نتمنى الإعجاب ديالكم، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. أكادير أجواء ممتعة.